بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش تعبينكم معانا، بس بنحاول نعمل أبجريد لحياتنا ولشغلنا عشان ظهر مشاكل عندنا يا جماعة. صحيح قليلة بس في مشاكل. مستر الكود ما بيفتحش، الكود خلص، تايمي خلص، مش عارف ايه الكلام ده. ماشي، عملنا حاجة جديدة يا جماعة وطريقة جديدة. من غير ما تقول انا عايز الحصة الكام، نتفادى بها اخطاء السناتر، اخطائنا، اخطاء الطلبة. اديني قلت اخطائنا معانا اهو. حلو، هيبقى الكود من هنا ورايح شكله كده او كده. دي خاصة بحصص المراجعة فقط، اللي هي الحصة 7، 15، 21 بقى بإذن الله. ماشي، دي اكواد طبعا، مش هتشتري الورقة كلها، انت هتروح تلاقي السنتر يا الورقة دي يا هو مقطعها اكواد خاصة اهي. ماشي اهي، هتروح عايز تشتري الورقة كلها اشتريها يعني، براحتك يعني. ماشي، خد بقى الحصص اللي انت عايزها بقى، روح مرة واحدة اشتري 3 حصص. ليه بقى؟ لان النظام الجديد بقى الكود ده اي كود من دول يفتح اي حصة ما عدا حصص المراجعة، اي حصة حطها هوريك دلوقتي، والكود ده يفتح اي حصة مراجعة وامتحان. فاهمين؟ كود واحد بس للمحاضرتين، سوري للمحاضرة اللي هي الفيديوهين يعني. يبقى حضرتك هتروح هتلاقي الورقة كده، السنتر هيقطع لك منها، يا اما تلاقيه هو مقطعها، يا اما تقول له عايز الورقة كلها، انا عايز 3 محاضرات 4 محاضرات. ما بقاش بقى فيه كود الحصة الاولى، كود الحصة التانية، كود ما بقاش فيه. خلاص، بقى الكود ده يفتح اي حصة ما عدا حصة المراجعة، والكود ده يفتح اي حصة مراجعة. حلو كده؟ طيب، يبقى اولا ما تستلمش الكود متخربش، اوعى، هتبقى غلطتك انت، ملناش دعوة. ها، يبقى ما تستلمش الكود متخربش. حلو، الكود بقى فيه كذا حاجة تعرفنا انت جايبه منين ومن يوم ايه. خلاص كده، منين، الساعة كام، في كل ده، في كل ده الكود ده عشان نتلافى اخطاء. ما يا سيدي مش اخطاء حد. خلاص، هتفتح الموقع بنفس الطريقة بتاعتنا احمدسمير.com لتالتة سنة. كويس قوي، هتعمل لوجن اهو، لوجن، هتكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعتك اللي اوريدي متسجلة ما تغيرهاش. حلو، هيفتح، تمام، فتح اهو لوج ان، تمام تمام تمام، حلو قوي. هتيجي على كلمة شوب، هتيجي على كلمة ايه، بص بقى في كلمة جديدة اهو بقى ما كانتش موجودة، هتيجي على كلمة شوب، هيظهر لك ده. تمام، اللي ظهر لك ده بقى يا جميل، ده الكورس. بص بقى، بص بقى، بص بقى، بص بقى، في الورقة الأولى، الورقة الثانية، وهيبقى فيه الثالثة والرابعة والخامسة والستة والسابعة. قشطة، تمام. بص بقى جميل، بص بقى جميل، أنا عايز مثلا يا مستر أشوف المحاضرة الحداشر دي، ممكن عايز أشوف فيها إيه، ما أنا مش عارف. أفتح المحاضرة الحداشر، طبعا ولادي عارفين إن إحنا وصلنا للستاشر وفي السبعتاشر وفي التمنتاشر، صح، اللي ماشيين خطوة خطوة. أنا بتكلم على اللي مش ماشيين معانا، انما اللي ماشيين جرادولي عارفين الحصه ال11 فيها ايه، يبقى ال12 بعدها ايه، ال13 بعدها ايه، عارفين ان احنا وصلنا ها لشابتر 3. الاسبوع الجاي ده اللي هتنزلوا فيه بقى هيبقى فيه الدرس الثاني. الاكواد دي مالناش دعوه، الاكواد دي تفتح اي حاجه. انت عايز الحصه ال11، ال11، طب واللي عايز ال13 اتفضل افتحها وشوف، اللي عايز ال15 اتفضل، ما عدا ال15 والسبعه لانهم مراجعه، ها، ما عدا حصص المراجعه. مكتوب على فكره، مكتوب التعليمات، الكود ده يفتح اي سنتر ما عدا حصص المراجعه، الكود ده خاص بحصص المراجعه فقط، يعني كبنها للي بي ايه، ها، عارفين انتوا. ماشي، فتحت الحصه ال11 عايز تشوف فيها ايه. الحصه ال11 دي شابتر 2 ليسن 4 ماجنتيك تورك اكتنج اون ا كويل كارينج كارنت بيسد اون يونيفورم ماجنتيك فيلد ومسائله. هي دي الحصه اللي انا عايزها، الحمد لله. اروح كاتب ها اتو كارد، كارد اهو، فتح لي ده. هتعمل ايه يا سيدي؟ ابلاي كوبون اهو، هتخربش ده، هتخربشه بقى، ده بتاع الحصه ال11، هتخربش الايه، الكود بتاعك وتحطه هنا. يلا خربش لي وحط الكود، خربشت، يلا تشيك اوت، تشيك اوت. عايزك تتاكد من ايه بقى بعد تشيك اوت دي؟ تتاكد من ايه؟ بص هنا، الرصيد بقى كام؟ ايه بتطلع ليه يا عم؟ الرصيد بقى زيرو، الرصيد بقى ايه؟ زيرو، كده انت دخلت الكود صح خلاص. الرصيد كان 100 وبقى
زيرو، كده انت دخلت الكود صح. حلو يا سيدي، كده انت دخلت الكود صح طالما رصيدك زيرو. يلا جميل، هتكتب بياناتك العبيطة جدا. ها اسمك ايه؟ منين؟ من ايجيبت طبعا، عندنا في ناس من بره مصر على فكرة، من الجيزة. رقم تليفونك، تليفون ولي الامر. اشتريت الكود من السنتر ولا اونلاين؟ لازم، مهمة جدا. ها وبعدين بليس اوردر يا عم، هيشتغل الكورس معك. يلا تشيك اوت خلاص، المحاضرة كذا، المحاضرة كذا، تيجي على ماي كورس بقى. خلاص انت اشتريت، انت اشتريت المحاضرة دي اللي هتفضل معاك اسبوع. خلاص فتحناها اسبوع عشان الكلام اهو، ها عشان الناس اللي بتطلب منا الحصة السابعة نفتحها لهم تاني، اصلها خلصت مني. عارفين ليه؟ مكسل يفتح الحصة ال 15 يراجع بيها شابتر 1 و 2، فهو ناقص في 1 بس، فعايز يراجع 1 بس. الأستاذة اللي بتقول لي الحصة اللي قعدت أسبوع الحصة ال 15، أصلي ما لحقتش، ده احنا لو فتحناها سنة برضه مش هتلحق. هتعمل ماي كورس، دوست ماي كورس ولا لسه؟ ماي كورس. انت اشتريت خلاص الحصه، تمام، خدت تمام وخدت الكود بتاعها اهو. انا كنت فاتح حصه 6 بكود وفتحت الحصه 11 اهو. ايه؟ هدوس على ليكتشر ايه او بارت ايه، ستارت كورس، هتشتغل الحصه معايا. تمام كده؟ طب مستر انا شفتها بس لسه ليا اسبوع، انا عايز اشوفها تاني. شغل يا عم الاول، اشتغلت الحصه صح؟ ما خلصتش، ما تدوس كومبليت بقى براحتك، ما انت لسه معاك اسبوع تدوس كومبليت ليه؟ ما انا فهمت يا مستر. يا سيدي سيبها، سيبها يا سيدي، ما فيهاش مشكله، اما الاسبوع يخلص منك. طب يا مستر انا عايز اعيدها تاني، انا خلاص تعبت النهارده وعايز اعيدها تاني. اخرج، ها على ماي كورس على طول بقى، على ماي كورس على طول، ما انت خلاص انت مش كل مره تسحب كود. ها على ماي كورس اهو، هتيجي على ماي كورس هتلاقي الحصة لسه مفتوحة لك طالما الأسبوع ما إيه؟ مخلص. عايز تتفرج على إيه تاني؟ اتفضل. عايز تروح لبيه؟ اتفضل. وعايز تخرج وترجع تاني طول ما الأسبوع شغال الكود إيه؟ شغال معاك، مش هيقفل. عملنا كده ليه بقى؟ واحد، بدل ما تروح تشتري كود كل أسبوع ممكن تشتري الأكواد بتاعت الشهر كلها تنفع معاك. اتنين، أصل أنا عايز كود الحصة التانية دخلته في الحصة السابعة، ما بقاش في كده. اي كود تحطه في اي حتة هيفتح معاك الحصة، تمام؟ تلاتة، ما بقاش في اصلي السنتر باع لي كود متكرر، اصلي ضربت لقيت الكود مش عارف ايه. بنقلل المشاكل عشان بتقولوا ان احنا ما بنردش على مشاكل، احنا بنرد على 1000 تليفون في اليوم وبنزعل 1000 بقى. ما احنا لو ردينا على 1000 برضه في 1000 بيكلمونا تانيين. عملنا رسائل مسجلة عشان نرد عليك ونوصل لك بأبعد حد، واتساب على الكمبيوتر على طول عشان نحل لك في رسالة، نفتح لك، دوس مش عارف ايه، اعمل ايه، احنا معاك. عملنا كده عشان كده، عملنا كده ليه؟ ها عشان حضرتك تبقى سهلة عليك الدنيا. ها دي حصص العادية، دي حصص المراجعة والامتحانات، حضرتك عارف هتروح تعمل ايه. انا عايز حصتين امتحانات وعشر حصص عادية، هروح بقى اعمل اي حاجة في اي حتة، اخد الحصص براحتي، صح ولا لا؟ تمام كده يا اولاد، فاهمين كده؟ يا رب نكون بنيسر عليكم الموضوع يا رب. محدش بقى سنتر يبيع لك كود مخدوش، ها متخربش، ما تاخدوش لو سمحت. قول له انا ارفض الكود ده لو سمحت. هيقول لك اصل دي ما فيهاش حاجه، يعني دي ما تخليش، ماليش دعوه، انا عايز كودي سليم بعد اذنك احطه في المحاضره اللي انا عايزها. تركز في ايه؟ في انك تقرا عنوان المحاضره قبل ما تخشها. تركز في انك تقرا عنوان المحاضره كل مره يا مستر. كل مره. طب يا مستر انا معاك وخلاص خدت ال 15 والاسبوع ده باخد ال 16 والاسبوع الجاي هاخد ال 17، انا متاكد. دوس على ال 17، ها الاول دوس على ال 16، اتاكد ان دي خدتها خلاص، ها وبعدين دوس على ال 17، اقرا عنوانها، هي دي الجديده خش عليها. خلاص يا جميل. تاني، اي محاضره جديده نصيحه مني، اعمل ايه؟ انا في ال 16 ورايح على ال 17، افتح ال 16 الاول. انا لا، متاكدين ان نظامنا شغال وبالترتيب الحمد لله، ومش هنحط محاضره قبل محاضره طبعا طبعا، بس انت تاكد انا سمعت الكلام ده وخدته وامتحنت فيه وتمام خلاص، يبقى اكيد اللي بعدها هي الحصه الجديده. فاهم يا جميل؟ اي كود يفتح اي حصه. الاكواد القديمه اللي معاك المفروض اول ما يظهر لك الفيديو ده، اول ما يظهر لك اللي هو يوم الجمعه،
اللي هو هيبقى بداية الحصة الـ17 صح كده؟ الحصة الـ17 كلها هتشتغل بالأكواد دي بس بس. طب يا مستر أنا معايا كود قديم لسه ما استخدمتوش بتاع الحصة السابعة بتاع الحصة الثامنة بتاع الحصة الـ10. هنكمل بالنظام القديم مع الجديد أسبوع أسبوع، يبقى من يوم الجمعة كام؟ يوم الجمعة ده كام؟ 12 18 12 18 ماشي 18 12 من يوم الجمعة 18 12 الإكواد دي بيعمل بيها، وهنسيب فترة أسبوع من 18 بقى ل 25 12 ها نشغل بيها اللي معاه كود قديم ها يفضل يدخله بقى عشان يخلصه ياخد الحصة اللي هو عايزها. بعد 25 12 مش هنشتغل غير بالأكواد دي للحصة العادية والأكواد دي لحصص المراجعة والامتحان. أعيد تاني؟ أعيد تاني بعد إذنك، اخرج لي خالص بره الإيه؟ معلش، معلش استحملني، ها يلا اخرج لي خالص، فتحت الموقع. خلاص. هتكتب اليوزر نيم والباسورد اللي أنت عايزها. دوست وكتبت، لوجن. أهي، شوب. من الشوب ده هيحصل إيه؟ هيظهر لك دول. أفتح 11. كنا فاتحين نفتح 11 افتح 11 اتاكد من عنوان المحاضره هي دي الحصه اللي انا عايزها تمام هي دي يلا يا سيد شاكرين راح انت ما تحركش وانا كمان احرك اد تو كارد هيظهر لك هنا حط الكوبون حط الكود خربش الكود وحطه بعيد تاني ليه عشان الناس بتجري الفيديو وفي الكومنتس الله يسامحك يقول لي ايه والنبي ويشوفوا لي هو بيقول ايه عشان مكسل اشوف الفيديو انا واقف اعمل لك فيديو انت مكسل تشوف حطيت الكوبون تشيك اوت اتاكد بعد ما تحط الكوبون صح في الحصه اللي انت عايزها ان رصيدك بقى كام زيرو توتال 100 يبقى انت لسه ما حطيتش الكود توتال 100 يبقى انت لسه ما حطيتش الايه الكود لسه رصيدك 100 يبقى انت ما حطيتش كود انت تبقى متاكد ان الكود معاك هيشتغل ها لما رصيدك هنا ايه يصفر ارجع بقى عشان رصيده صفر معلش تمام تشيك اوت تشيك اوت خلاص حط بياناتك روح لماي ايه كورس هتلاقي الحصه مفتوحه معاك اما تخرج بقى وترجع خش على ماي كورس على طول هتلاقي الكورس مفتوح معاك اما تخرج من الموقع وترجع بالايميل واليوزر نيم بتاعك حط الايه دوس على ماي كورس هتلاقيه مفتوحولك طب استنى 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 طب يا مستر معلش قال لي لوجن اكتب اليوزر نيم والباسورد اللي انت كنت كتابه هم وروح على ماي كورس على طول هيتفتح لك برضو اللي كان مفتوح لك في التايم عشان الديدلاين بتاعه او الديد تايم بتاعه خلاص طول ما الاسبوع ما عداش الدنيا موجوده معاك تمام يا رب نكون سهلنا عليك الامور يا رب يكون دي حاجة في خدمتكم إن شاء الله رب العالمين وتسهل عليكم الأمور ونكون معاكم ويكون ربنا معانا كلنا إن شاء الله رب العالمين أشوفكم على خير سلام عليكم